صورنا اخويا هكذا صورنا سمعنا رواج استقبال 542 مسافر جزائريين لكما على مستوى ليلة ماسية هي الرحلة الأخيرة على طريق الأخيرة اليوم جلس كلهم اليوم بحجة سياحي على مستوى فندق بازافو وين كل شروط الإيواء والإطعام حتى الراحة متوفرة هذا ضمان للصحة تاعهم باش نتأكد أنهم مش حاملين فيروس وأيضا حماية المواطنين حيث بعد ما يكون الحجر راح يكون غادي يترقي الولاية تاعهم.